العالم جايين من مدينة الموصل القديمة اللي الآن القتال يجري فيها بعنف طبعا، ففرارا من داعش، فرارا من الموت، فرارا من الجوع والرعب، اجوا لهاي المنطقة، هذا السبب الرئيسي. طلعنا من بيتنا، احنا بيتنا باب جديد، طلعنا من بيوتنا ودونا طلعنا على المكاوي، وهاي صار لنا 3 أشهر بالمكاوي على ما الله سهل علينا. سنة فرات وقعد عليهم الأنقاض وقعد عليهم البيت وولاد خالتي كلهم ورجال خوالتي 2 و3 أطفال 4 أطفال كلهم ماتوا. هذا أبوه مات وهذيك أبوها مات. وهاي أمها مشلولة. وهاي البنية أمها مشلولة، هذيك جلطة خافت وصارت جلطة. فدوا عليهم بالسلاح. مو ردوا واعي.